اهلا بكم في حلقه جديده من هاش خليجي ضيفي لهذه الليله هو رجل من ابرز من التصق بتاريخ الصحافه والاعلام في وطني شخصيه وجد نفسه في عاصفه الاحداث منذ البدايه واجه الاتهامات والانتقادات بحضور الكبار واوجد رؤيه خاصه انتزع بها رضا المخالفين قبل المؤيدين ضيفي واياكم نتعرف عليه عبر محطات مهمه في تاريخه الدكتور فهد العربي الحارثي الدكتور فهد العرابي الحارثي الكاتب والمثقف العقلاني كما يوصف لا تذكر الصحافه السعوديه الا ويذكر معها نشأ الحارثي في ظروف قاسيه وحيد والديه وفي تقلبات صعبه عاشها في بدايه حياته ليجد نفسه فجأه في احضان مدينه النور باريس ضمن تجربه يعدها من افضل المراحل في حياته ليعود محاضرا في جامعه الملك سعود بعد ان حصل على شهاده الدكتوراه من جامعه السربون الشهيره ثم رئيسا لتحرير مجله اليمامه لها ثلاث دورات في مجلس الشورى هو احد مؤسسي صحيفة الوطن وسبق له ان كلف برئاسة تحريرها قبل ان يستقر بعد تجربه ثريه مؤسسا ورئيسا لمركز اسبار للدراسات والبحوث والاعلام قائمه مؤلفات الكاتب الدكتور الحارثي طويله وثريه وعميقه ومن ابرزها كتاب المعرفه قوه والحريه ايضا واخيرا كتاب بعنوان انت قبيح هذا الصباح الذي لاقى اقبالا لافتا في معرض الكتاب الاخير بالرياض الدكتور الحارثي كان في واجهه الاحداث والانتقادات منذ البدايات العمليه الفعليه، فعندما تولى رئاسه تحرير مجله اليمامه بعد اشهر ثلاثه فقط من عودته، واجه الدكتور الحارثي انتقادات واسعه بدعم تيار ليبرالي صادف وجود جيل صحفي لافت، اتهم لاحقا على انه من رواد الحداثه حيث اعتبرت مجلته تجمعا للحداثيين السعوديين وحضنا دافئا لهم. لقد عاش الدكتور الحارثي برباطه جأش في مرحله تحول ذلك الخلاف الى نزاع فكري وصل الى استعداء السلطه الدينيه احيانا دون ان ينسى البعض وضعه ضمن قائمه من ايد توجه الحداثه من اساسه، على جانب اخر يتفاعل الدكتور الحارثي بشكل كبير مع قضايا وطنه وله اراء كثيره وهو ضيف حاضر في الحوارات مع ملاحظه حرصه على ابقاء مسافه واحده من جميع الاطراف والاراء. من ابرز ارائه ان الليبراليه المطلوبه هي تلك التي تحترم ثوابت الامه مبديا تعجبه ان يدعي احد انه ليبرالي او علماني سعودي وما من احد يحمل هذا المسمى على حقيقته في السعوديه كما يرى ويؤمن الدكتور الحارثي بان اصلاحات الملك عبد الله ستنقل البلد الى مستوى متقدم فيما يتعلق بعلاقتها بالمستقبل والعالم، منتقدا في ذات الوقت ان تتحول الكراسي البحثيه والعلميه الى ظاهره للمباهاه والوجاهه، داعيا الليبراليين ان يسالوا انفسهم لماذا لم ينتخبهم الناس بدلا من مهاجمه الاسلاميين. دكتور فهد اهلا ومرحبا فيك انا سعيد باستضافتك معنا في هذا البرنامج اهلا وسهلا الله يحييك نعم دكتور فهد لعلي يعني احنا ذكرنا عده محطات في التقرير ومحطاتك كثيره حاولنا انه ناخذ ابرز المحطات لكن خلني اخذ الملف الاعلامي ان سمحت لي من تابع مسيره الدكتور فهد عرابي الحارثي في يعني في حقبه من من السنين كان الدكتور فهد عرابي الحارثي يحاول ان يمسك العصا من النص يعني يعني احيانا وقد يميل احيانا الى دعم الحكومه في بعض الاراء، لكن في السنوات الاخيره ومع انفتاح الاعلام الان في السعوديه نجد الدكتور فهد الان صار ينتقد حتى يصل الى ايضا مؤسسات حكوميه. ما الذي حصل؟ هل هو تغير في قناعات الدكتور فهد ام ان المرحله حتمت ان يكون الدكتور فهد الان يواكب الاعلام الان الحر والسقف العالي؟ لا بس المضمون اللي في السؤال انا احس انه مضمون غير دقيق لانه أعتقد إنه كل من عاصر مجلة اليمامة في الفترة اللي أنا عملت فيها مع مجموعة من الزملاء. أوه. آه كنا نزعم ونعتقد بأن مجله اليمامة رفعت سقف حريه التعبير في الصحافه السعوديه هذا صحيح في تلك الايام هذا صحيح فلم نكن يعني نجامل احد او نمالي احد بس بالعكس كانت اليمامة تشكل قلق بالنسبه للمؤسسات الحكوميه التي تعاني بعض التقصير احيانا في ادائها مثل ما هو معتاد فالتوصيف غير دقيق انا في رايي ده. ثم بعدين في حتى في صحيفه الوطن اللي تشرفت انا بان اكون رئيس مجلس ادارتها وفي فتره من الفترات رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير في نفس الوقت أوه. اعتقد انها مشهود لها صحيفه الوطن بانها ساهمت في رفع سقف حريه التعبير في المملكه العربيه السعوديه هذا فهي صحيح. ايضا لم نعم. تجامل احدا نعم لكن لكن قد يرى البعض ظهورك الاعلامي انا ايضا اقصد في في بعض الجوانب كنت دائما يعني تحاول تمسك العصا من النص الان نرى الدكتور فهد يخرج الان في الاعلام ويتحدث بكل الحرية وأيضا ينتقد المؤسسات الحكومية في الدولة؟ لا مو دائما الضيف في العادة وأنت رجل إعلامي وتعرف هذا الكلام أوه؟ انت تستطيع ان تاخذ منه ما تريد، التعويل في هذا الامر على السائل وليس على المسؤول، يعني الاسئله كانت في تلك الايام يعني لها خطوط حمراء ما يجب ان تتجاوزها، وبالتالي المحرر او او الشخص الذي يقابل الطرف الاخر هو مسكون ايضا بعملاق في داخله رقابي يخليه ما يسال الاسئله التي تحتاج الى اجابات صريحه او قويه، بالتالي الضيف لا يريد ان يفتعل يعني او يزايد او يظهر على انه يعني يعني قوي او شجاع او كذا أوه. فانا اعتقد أن اسئله اسئله الزملاء من الجيل اللي يعيش اليوم فتره تويتر وفيسبوك والانفتاح الاعلامي هي التي هي التي تفرض نوعيه الاجابات نوعيه الاجابات فلسنا م. المسؤولين عن اجاباتنا انتم م. المسؤولين عن اسئلتكم طيب جميل خليني خليني ارجع ايضا لحقبه زمنيه تقريبا قبل 11 سنه او 12 سنه خرج اللي هو اول توك شو في في العالم العربي كان للاعلامي عماد اديب الدين كان النقاش سئلت عن قيادة المرأة السعودية أنت كان لك رأيا أنك كنت معارض قيادة المرأة السعودية في ذلك الوقت حدثنا عن القصة وهل لا زال الدكتور فهد عراب الحارثي لا زال معارضا أن تقود المرأة الآن فيه كثير من الزملاء والأصدقاء والإعلاميين الذين أحيانا يحسنون الظن فيعتقدون أنني منفتح وليبرالي أكثر مما ينبغي وأنا صحيح إلى حد ما أشعر بأن الإنفتاح على المستقبل أمر مهم ومطلوب أوه. للمجتمعات وللأفراد لكن أيضا أنا أظن أنه في كثير من الطروحات التي يطرحها أحاول أن أكون براغماتي أكثر أوه. وعقلاني أكثر متوائما مع أي حدث ممكن أن يحدث أن له ظروف وله سياق معين يجب أن لا يخرج من سياقه وأن لا يتجاوز الظروف التي تحتم أوه. مثل هذه الأحداث المقابلة التي تشير إليها كانت في يمكن قبل حوالي عشر سنوات من الآن م. بالفعل مع عماد الدين أديب في برنامج الهواء وسألني عن موضوع قيادة المرأة للسيارات للسيارة وقلت له أنا لا أؤيد قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية اليوم م. ذلك, ذلك اليوم المقصود لاني انا اعتقد ولا زلت اعتقد ان قرار قياده المراه في السياره للسياره في المملكه هي قرار مجتمعي اكثر منه قرار شرعي او قرار رسمي حكومي أوه. بمعنى انه الى الان انا اظن في تلك الفتره اللي, اللي سئلت فيها ان المجتمع السعودي لم لم يكن مهيا ان يقبل بقياده المراه للسياره أوه. يعني ظروف فيها يدخل فيها التقاليدي مع العرفي أوه. مع 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 كثير من الاشياء الاجتماعيه التي يصعب في بعض الاحيان ت, 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 تفسيرها طبعا وجهت بانتقادات كثيره مم. في هذا الموضوع من كثير من الزملاء مم. والاصدقاء واللي وال, 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 وال انه كيف تقول هذا الكلام فانا لا كنت مؤمن بهذا الحاله ماذا عن الان لكن اليوم مم. لا انا اعتقد اليوم لا اعتقد انه حان الوقت للتفكير في صيغه ما لاخراج هذا الموضوع الى حيز الوجود بمعنى انه المطلوب اليوم انه آآ آآ يعني الاستمرار في في وضع قيادة المرأة للسيارة والموقف منها بهذه الطريقة، أوه. أنا أعتقد أنه قرار قرار يحتاج إلى إعادة نظر، أوه. صحيح أن المجتمع السعودي لا زال مجتمع موصوف بأنه محافظ، أوه. وسيكون هناك كثير من المترددين أوه. الذين سيدخلون في هذا المضمار، في مضمار قيادة المرأة للسيارة، لكني أعتقد أنه ينبغي أن تسهم الدولة في دفعهم إلى مثل هذا الموضوع، لأنها اليوم المرأة السعودية أصبحت أصبحت طبيبة وأصبحت أستاذة أوه. في الجامعة وأصبحت وأصبحت في إدارات اقتصادية وأصبحت في قيادات تربوية وأصبح يعني أعتقد أنه من المناسب جدا والملائم جدا أن توضع بعض الضوابط وأن تحل هذه المشكلة لأنها تحوّلت أصلاً إلى عبء على سمعة المملكة يعني طيب. بصراحة. أنت تقول التفكير الآن يعني هل هذه المرحله لا زالت ايضا تنتظر مرحله التفكير ام القرار؟ لا انا اقول التفكير في اعاده النظر في القرار نفسه، أوه. انا اعتقد انه من المناسب اليوم اعاده القرار في هذا الموضوع لانه هذا الموضوع فيه حل مشكل اجتماعي، حل مشكل اعلامي في الخارج حل ايضا لمشكل اقتصادي على فكره يعني انا لا اعرف اتذكر الان من قرات قبل يومين انه قياده المراه للسياره تعني خروج حوالي خمسة مليون اجنبي من السعوديه يقومون بقياده من السائقين نعم. وهذا فيه فيه نظره اقتصاديه جدا مهمه طيب الجميع يقول بانه مثل هذا القرار هو قرار سياسي وليس مجتمعي انا اعتقد ان القرار السياسي مبني على قرار مجتمعي، م. الحاكم او المؤسسه التي تحكم الناس هي تحاول ان تتحرى او تتوخى ما يريده هؤلاء الناس وما يمكن ان يتجاوبوا معه وما يمكن ان يرفضوه. م. احيانا قد تتخذ المبادره المؤسسه الحكوميه م. او المؤس او القياده الحاكمه قد تتخذ المبادره إذا كانت الأضرار ليس لن تكون كبيرة على المجتمع على أمن على الأمن الاجتماعي لكنها إذا حست أنه قد يكون هناك بعض الأضرار التي تؤدي إلى بعض المشاكل على مستوى الأمن الاجتماعي فهي توازن بين الأمرين أيهما الأولوية الأولى الأمن الاجتماعي المطلوب حتى ولو كان ال أو الأخذ بالمبادرة الجديدة وأنا أعتقد أن اليوم الوقت مناسب لعمل مثل هذا التوازن بين الأمرين وأعتقد أنه قبول هذه الفكرة لدى غالبية كبرى من السعوديين أصبحت اليوم في وجهة نظري طبعا ما عندي شيء علمي أرتكز إليه لكني من خلال الانفتاح والإشعاع الموجود اليوم في المجتمع السعودي نحو المستقبل أعتقد أنه من الممكن جدا أن يتم خلينا أيضا نعود ايضا نستذكر برنامج الاتجاه المعاكس، انت كنت اول اعلامي سعودي يظهر في هذا البرنامج الجدلي. اعتقد اول مشاركه لك لا اعلم اذا كانت الحلقه الاولى او الثانيه، تم استدعاء السفير السعودي من قطر للتشاور، ما القصه؟ ما الذي حدث؟ هي كانت الحلقه الثانيه، انا اشتركت مرتين، حلقه م. اولى من من برنامج الاتجاه المعاكس وكان مقابلي الدكتور مجيد العلوي اللي صار فيما بعد وزير للعمل في البحرين أوه هو كان معارض بحريني أوه مقيم في لندن في تلك الايام وكان من اشرس المعارضين أوه للنظام في البحرين والتقينا وهو في عز هذه المعارضه وطبعا بعد ذلك عاد الى البحرين واصبح وزيرا للعمل المقابل اللقاء الثاني اللي بناء عليه مثل ما اشرت استدعي السفير السعودي الى الرياض للتشاور م. هذه صيغه صيغه دبلوماسيه م. هي في الواقع قطعت العلاقات م. او المملكه من جانبها قطعت العلاقات مع قطر م. بناء على هذه الحلقه، الحلقه اشترك معي فيها شخص اسمه محمد عبد الحكم دياب م. وهو معارض مصري مقيم في لندن ايضا وكان الذي وكانت الحلقه جدا قاسيه وسيئه في في حق المملكه العربيه السعوديه من من جانب الضيف ومن جانب ان البرنامج في تلك الايام من وجهه نظري جهز بعض الاسماء التي يعني يعني كانت كانت شديده التعنيف على المملكه والذي اغضب السعوديين اكثر هو أن محمد عبد الحكم دياب اساء الى الملك عبد العزيز شخصيا في تلك المقابله وقال فيه وفي تاريخه ما ما لا لا يقبل وكنت انا امشي من الحلقه طبعا في عز الحلقه يعني رتب لك شيء انت لا كنت يعني ما كنت تعلم عنه طبعا طبعا وانا قلت هذا الكلام على الهوى انا قلت هذا الكلام على الهوى انه كيف تجمعت هذه الاسماء للتداخل في هذه الحلقه وعلى راسهم سعد الفقي طبعا أوه. وعلى راسهم واحد اسمه انور ابو الجداية اظن في لبناني من, من 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 الولايات المتحده الامريكيه واخرين من اسماء لم اكن اؤمن بانها بالفعل كانت من سويسرا ومن طيب. انا اعتقد انها كانت من الغرفه خلي المجاورة خليني اسالك سؤال مهم في هذا الصدد الدكتور يعني فلما نعم. بس عشان اختم لك هذا فلما انتهت الحلقه مم. طبعا انا اتذكر اني قلت على الهواء الفيصل القاسم قلت له اذا لم تمنحني الوقت للرد على كل هؤلاء الذين يعني جهزتهم للهجوم علي وعلى المملكه العربيه السعوديه فانني سانسحب من البرنامج فاتذكر انه قال لي فهد احنا نحن على الهواء الان، م. قلت على الهواء او على الارض اذا ما تعطيني، المهم انه في اليوم الثاني طبعا لما شوهدت الحلقه في المملكه اثارت غضب كبير جدا وخصوصا فيما في الجزء الذي يتعلق بالملك عبد العزيز. م. هل هل تم ايضا استدعاك ايضا ومساءلتك على حيثيات الحلقه كيف شاركت؟ لا. وهنا دائما السؤال دكتور ان سمحت لي يعني يس يقولون انه في هذيك المرحله لما كانت السعوديه عندها موقف خصوصا من قناه الجزيره خروج اعلامي سعودي كان شبه محظور انه انه يخرج انت خرجت في برنامج الاتجاه المعاكس هل جاك يعني هل اخذت مثلا اذن من مثلا رئاسه مثل الديوان الملكي على سبيل المثال في المشاركه الاولى أوه. نعم بس شيء اداري مش أوه. مش سياسي او أوه. رسمي أوه. أنا كنت في تلك المرحلة في تلك الفترة عضو مجلس الشورى السعودي والحلقة اللي من الاتجاه المعاكسة الأولى اللي اشترك معي فيها الدكتور مجيد العلوي وهو الآن صديق عزيز على فكرة كانت عن 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 مجالس الشورى في منطقة الخليج فيصعب أني أنا أروح أتكلم في برنامج عن مجلس الشورى السعودي أو عن مجالس الشورى منطقة الخليج ورئيسي في مجلس الشورى لا يعرف عن هذا فكان اداريا لابد ان ابلغ الشيخ محمد بن جبير رحمه الله وكان رئيس المجلس في تلك الايام بانني ذاهب للمشاركه في هذا البرنامج هل هناك ملاحظات هل هناك شيء هل هناك يعني اعتراض على اني اروح فبالعكس الشيخ محمد بن جبير قال لي بالعكس انت ممكن تروح يعني على هذا المستوى نعم كان في تنسيق على مستوى اداري طبعا على مستوى هي. التنسيق الاداري، راح نكمل في محاور كثيره اعلاميه ونتطرق لايضا ملفات ساخنه لكن انت والمشاهدين ارجو ان تبقوا معنا مشاهدينا فاصل قصير ونعود اليكم اهلا وسهلا بكم معنا من جديد ارحب ايضا مره اخرى بضيفنا الدكتور فهد العرابي الحارثي دكتور يا اهلا ومرحبا فيك في هذا القسم الثاني دكتور لعلي او اسالك عن المقابله الاخيره للامير الوليد بن طلال منذ ايام قال كلمه لافته في ترويجه للقناه او قناه العرب وسؤالي لك ماذا تفهم عن هذه المقوله قال بان دراساتنا اثبتت ان الجزيره قناة الشعوب وان العربيه قناة الحكومات وقناة العرب يعني ستستغل هذه المسافه. انت كيف يعني ترى قناة العرب؟ هل فعلا سوف تقوم بمسك العصا من النص ليست للرؤساء والحكماء او للشعوب كما يذكر؟ لا الحكم على قناة العرب الان وقت مبكر يعني ما, ما نعرف وينها يعني اين اين ستكون او اين ستضع نفسها قناه العرب لكن انا اعتقد انه في انا انا ماني ماني متفق مع سمو الامير الوليد فيما 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 ذكر اظن انه يعني يعني ليس 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 اللي تفضل فيه يعني انا في نظري انه تنقصه بعض الدقه يمكن اللي دفع لمثل هذا الاجابه هو انه انه الامير الوليد يريد ان يضع او ان او ان يخترع مكان لقناه العرب أوه. وبالتالي وضع قناه على اليمين وقناه على اليسار ووضع على العرب في الوسط، لكنه أوه. انا اعتقد انه قناه العربيه وقناه الجزيره كلاهما قناه حكومات أوه. وكلاهما قناه شعوب. أوه. بمعنى من يقف وراء قناة الجزيرة معروف أن حكومة قطر طبعا وهي قناة قطرية تتمتع بسقف جيد من الحرية وهذا واضح طبعا واختارت لنفسها ان تكون ان تكون دائما الاقرب الى 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 هموم هموم الشارع العربي بمعنى او باخر بما لا يتناقض مع التوجهات والسياسات القطريه. بالنسبه للقناه العربيه يملكها سعوديون طبعا وبالتالي فانحيازها للسعوديين امر واضح ولا غبار عليه واعتقد انه امر مشروع جدا يعني ما هو لا يؤخذ ليس لا يؤخذ عليها ولكنها ايضا بتقدم مستوى مهني جيد في متابعه جميع الاحداث على الخارطه العربيه في اي مكان بتغطيات متوازنه في معظم الاحيان لكنها قد لا تخلو احيانا من بعض الانحياز الى التوجهات التي تراها يراها السعوديون بشكل عام وتراها الحكومه طيب. السعوديه انت انت هل تؤمن بمن يقول بانه استحاله ان تكون ان يكون هنالك اعلام غير موجه سواء وين اخذنا في الاعتبار العربيه او الجزيره انا ارجع لمقوله قالها فيلسوف فرنسي مشهور اسمه رولان بارت ليس هناك خطاب محايد او ليس هناك نص محايد حتى الخبر اللي المفروض انه معلومه والمفروض انه مجرد مجرد تقديم او تغطيه لحدث لوقائع قامت على الارض دائما ما يكون في شيء من الانحياز في طريقه العرض في الاسلوب في المفردات التي تستخدم ولهذا الحياد التام غير موجود الحياد التام هذا يعني حلم غير لكنه غير, غير, غير حقيقي غير حقيقي طيب ننتقل مشاهدينا الى فقره انت وهم بحكم انه كان عضو مجلس الشورى لفتره طويله انا ابغى اقول له يعني وش الدور الفعال اللي قدمه مجلس الشورى للمجتمع؟ ما هو الشيء الملحوظ اللي لمسه من خلال تغير القرارات او توصيات في المجتمع؟ هل الانظمه لدينا نمطية وتتغير حسب الهواء؟ احب اسال الدكتور فهد هل الابتعاث لدينا عشوائي وتسبب بزياده البطاله؟ بس يا ليت عن تجربه من في الوطن. هل نحن تكريم الرواد في حياتهم افضل أم تكريمهم بعد مماتهم طيب دكتور يعني مجموعة أسئلة من الشارع كان السؤال الأول يقول ما هو الدور الذي قدمه مجلس الشورى للمجتمع إلى الآن وأنت شاركت في كعضو مجلس الشورى ثلاث دورات أنا أعتقد من الأشياء التي تشكل عبء على على سمعة مجلس الشورى م. <مجل> شيئين، أولاً أنه لم توجد الـ 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 الآلة الإعلامية التي ممكن أن تقدم المجلس على حقيقته وبإنصاف. تقصير مشترك ما بين مجلس الشورى نفسه وبين وسائل الإعلام القائمة الموجودة. الشيء الآخر هو الفهم غير الصحيح لدور مجلس الشورى uh, لدى كثير من الـ 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 الناس وبالذات السعوديين. <ngh surgido> <مجل> هناك دائماً خلط بين ما هو تنفيذي وبين ما هو تشريعي بين ولهذا كثير من الناس يجدون ان مجلس الشورى يمكن هو الجدار القصير اللي ممكن احد وبالتالي تلقى عليه مسؤوليه كثير من من الاشياء التي تظهر فيها تقصير في اداء الاجهزه الحكوميه وهذا غير صحيح مجلس الشورى أه يحتاج المنصف ان ان يعود الى مجموعه القرارات والتشريعات التي يعملها مجلس الشورى طبعا فيها اشياء تمس المواطن بشكل مباشر وفيها اشياء لا تمس المواطن بشكل مباشر في اشياء نختلف عليها قد يراها بعض الاشخاص مهمه جدا وفي اشياء قد يراها غير مهمه ابدا وانا من هؤلاء في هناك اشياء كثيره اجد انها غير مهمه ان المجلس الشورى يشغل نفسه فيها هناك ما هو اهم لكن هذا كله يحتاج الى ان تكون انا في نظري المحصله النهائيه ان المجلس الشورى جاء في ظرف مناسب ادى دورا مهما جدا اعتقد انه انه ينبغي المحافظه على هذه المؤسسه وحمايتها وحمايه سمعتها اعتقد انه هذه المؤسسه تحتاج الى اصلاحات سريعه. ايش الاصلاحات؟ يعني يعني الناس يطالبون الان يا دكتور ان ان يكون مجلس الشورى منتخب وانا مع هذه الفكره، انا دائما ناديت لما كنت عضوا في المجلس وبعد ان خرجت من المجلس في من اكثر من منصه اعلاميه بانني اتمنى ان اشوف اليوم والمواطنين السعوديين يشوفون اليوم الذي يصبح فيه مجلس الشورى بالانتخاب. طيب وليس بالتعيين. طيب خلينا ناخذ السؤال الثاني. أيضا ما يحتاج لأ... الاصلاح الى نظام مجلس الشورى، مم. نظام مجلس الشورى يحتاج الى الى اصلاحات مهمه لكي تكون الممارسه في مجلس الشورى ممارسه برلمانيه بكل المقاييس، واعتقد انه هذا فيه دعم للنظام ودعم مم. للدوله ومسانده لها في اداء مهمتها التنمويه. طيب هذا واضح دكتور لانه انا ما ابغى اطول في ملف مجلس الشورى لانه عندي ملفات ايضا مهمه لكن ناخذ سؤال او سؤالين على حسب الوقت او وقت الفقره. السؤال يقول هل الابتعاث في السعوديه عشوائي وايضا يزيد من نسبه البطاله؟ لا ال قد في موضوعين مختلفين انا في رايي في هناك ما هناك الابتعاث وانا اؤيده بكل ما بكل بكل قوه من حيث المبدا لكنه ينبغي ان يكون هناك ضوابط لهذا الابتعاث ان نعرف إلي إلي ما هي التخصصات التي نحتاجها وبالتالي نرسل مبتعثين لها عندنا الآن حوالي 170 ألف خارج المملكة من المبتعثين أنا أعتقد أن هذا دماء جديدة ستضخ في شرايين التنمية السعودية على درجة كبيرة من الأهمية وأنا أؤيدها وأدعمها وأتمنى أنها تزيد ما تنقص لكن يبقى أيضا أنه كيف سنستقبلهم غدا حينما ياتون هنا دور المؤسسات الموجوده في البلد سواء اهليه او حكوميه انها تهيئ لهؤلاء من الفرص ما يستوعب القدرات التي والخبرات التي تمكنوا منها في اثناء دراستهم في الخارج. طيب انا اخر سؤال هو سؤال يقول هل يمكن ان يحدثنا الدكتور عن تجربته في انشاء صحيفه الوطن؟ يعني انا اعتقد انه هذا غطى كثير في الاعلام التجربه الثريه وانت ايضا كنت من المؤسسين لهذه المؤسسه الكبيره وهي يعني صحيفه الوطن، لكن لعلي اسال الان كيف الان ترى سقف حريه صحيفه الوطن يعني ان قارناها منذ بدايتها وانطلاقتها في مرحله كانت مهمه بالنسبه للسعوديه الان وفي ظل المنافسات من قبل الصحف الاخرى ايضا الصحف الالكترونيه الان اصبح لديها سقفا اعلى كما يقال عن الصحافه المكتوبه خليني بس اصحح معلومه بسيطه فضل. انا لست من المؤسسين انا كنت رئيس فريق التأسيس الذي أسس صحيفة الوطن من ضمن المؤسسين؟ من لا, ضمن الفريق. لا لا مش من الفريق أه؟ أنا اللي أعددنا الدراسات التأسيسية في مركز أسبان للدراسات والبحوث والإعلام ده. ثمانية شهور قبل الصدور م. ثم حينما, حينما شكلت الجمعية العمومية اصبحت انا قبل الجمعيه العموميه كنت رئيس فريق التاسيس أوه. وبعد صرت بعد سياره الجمعيه صرت رئيس مجلس اداره أوه. وفي نفس الوقت بعد فتره لاحقه صرت رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اشكرك على التوضيح لا تفضل. بس لا من لا تكفي الحقيقه أوه. في في اللي سويناه في صحيفه الوطن أوه. وفي التعب اللي تعبناه في صحيفه الوطن وانا فخور ومعتز بهذا طبعا المؤسس الحقيقي المؤسس الرسمي للصحيفه هو طبعا الامير خالد الفيصل الامير خالد الفيصل نعود إلى سؤالك أه أنا أعتقد أنه أشياء كثيرة اليوم لابد من إعادة النظر فيها على مستوى الإعلام بشكل عام في السعودية أو في غير السعودية هناك فضاء جديد انفتح وهناك سقف أصبح لا يؤمن بالسقوف م. ليس هناك سقوف سوى الضمير المهني للمفكر او للاعلامي اعتقد انه ان الاوان انه نتعامل مع هذا الواقع الجديد بكثير من الحكمه والحنكه أوه. انا عندما استمعت الى بعض الاخبار التي تقول انه في وزاره الاتصالات الاتصال في المملكه أوه. العربيه السعوديه تحاول ان تمنع بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب مثل الواتساب أوه. وغيره حسيت انه لا لازلنا ندير الامور بنفس العقليه التقليديه القديمه أوه. وحتى لو قفلت الواتساب أوه. ما هي الاضرار التي ستخففها؟ ما في منافذ اخرى طيب، ما في منصات اخرى اهم من الواتساب، أوه. كيف ستتعامل معها؟ هو العقل والحكمه يقول لابد من اختيار اسلوب جديد لمعالجه هذه المشكلات التي تطرا من خلال هذه الوسائل أوه. وليس محاوله الوقوف في وجه السيل العرم لانه في النتيجه النهائيه سيجرفك معه نعم. أن لم تستجب له بطريقة علمية معقولة طيب دكتور خلينا نسأل ونأخذ أيضا ظاهرة إقالة رؤساء التحرير يعني الآن أصبحت زي بعض لكل رؤساء التحرير يعني إحنا نأخذ مثلا صحيفة الوطن مثلا تقريبا أقيل منها ثمانية رؤساء تحرير أيضا الإقالة الأخيرة للأستاذ جينان الغامدي وأنا سؤالي لك بأمانة يعني إيش اللي يخلي مثلاً صحيفة الرياض وصحيفة الجزيرة خطها التحريري تجعل رؤساء التحرير لسنوات طويلة في رئاسة التحرير بينما الصحف الأخرى يعني بعضهم على سنتين على ثلاثة وإن أخذنا الوطن كمثال وأيضا المثال الأخير اللي هي صحيفة الشرق مع الأستاذ الغامدي طبعا هو ما في مقاييس محدده او معايير أوه. محدده متى تشيل رئيس التحرير أوه. او تغير رئيس التحرير أوه. ومتى تتركه في مكانه أوه. لكن اعتقد انا انه في اخطاء من وجهه نظري انا ايضا رئيس تحرير سابق في اخطاء ارتكبت من بعض رؤساء التحرير أوه. ازعم لنفسي انه انا لما كنت رئيس تحرير كنت اتمتع بشيء من الجراه، ومثل ما اشرتوا انتم في البرنامج قبل قليل الى مجله اليمامه والجراه اللي كانت فيها، لكن انا استمريت فيها في رئاسه التحرير حوالي 12 سنه. آه الجراه التي احيانا يعني يكون فيها ما اسميه تجاوزا، حسن تقدير لظروف النشر بحيث انك انت تستطيع ان تقول ما لديك لكن ايضا عندك الحسابات الاخرى والحساسيات الاخرى سواء كانت سياسيه واجتماعيه وتستطيع انك توازن بين هذه الحساسيات وتمرر الرساله اللي عندك. وهناك من رؤساء التحرير من يستعجل احيانا او من يعني يخونه يخونه حسن التقدير وبالتالي يقع في محظور خلينا نعترف انه احيانا قد يضع الدوله في موقف حرج يعني في موقف حرج وهناك مواقف كثيره صحيح انه نستطيع او تستطيع الدوله ان تقول انا ليس لي سيطره على على الصحافه ك للتخلص من الموقف لكني انا اعتقد بانه لن يصدق احد اي حكومه عربيه تقول انا ليس لي علاقه بالصحافه طيب. وعندي حريه دعم. مطلقه وبالتالي لا استطيع ان اتصرف دكتور انت كان طبعا لك حديث سابق انت قلت انه دائما رؤساء التحريريه انهم يصطدمون بجهات حكوميه واخر او بمؤسسه دينيه وثالثه باداره الصحيفه هل هذا فعلا دائما بسببه يقال رؤساء التحرير طبعا انا في الـ في الـ في كلامي الاول اللي قبل شوي انا كنت اتكلم عن علاقه رئيس التحرير بالسياسه العامه للدوله الذي الل توجد فيها الصحيفه، لكن ايضا قد يقال رئيس له خلاف بينه وبين الاداره واليوم اصبحت المؤسسات الصحفيه تدار تقريبا مثل اي شركه اخرى، والله اذا حسوا اعضاء الجمعيه العموميه ورؤساء مجلس الاداره او مجلس الاداره، مجالس الاداره بانهم بان هذا الرئيس التحرير مثلا القائم على قياده الصحيفه بسبب مشاكل ماليه للصحيفه انخفض توزيعها، انخفض ايرادها الاعلاني، اصبحت المؤسسه هذه اللي بمئات الالاف من الريالات مئات الملايين من الريالات قائمه في في طريقها الى الى ان تتضرر ماديا، من حقهم ان يجتمعوا ويغيروه يشوفون رئيس التحرير غيره. وهذا حصل كثير يعني ما هو هذا التقديس العظيم لرئيس التحرير ينبغي ما يغير؟ لا وليش ما حصل مثلا حصل لبعض مثلاً السديري مثلاً لا الحين أنا لا أريد أن أدخل في موضوع أسماء لكني أوه. أنا أق أقول أنه هناك من أزيح من مكانه في رئاسة التحرير لأسباب إدارية صرفة واعفيني من ذكر الأسماء لكنها معروفة أوه. وهناك من أزيح لخلاف مع المؤسسة الدينية أوه. وأيضا أسماء معروفة وبالفعل لم يكن للدولة خيار لأنه أو وصل الموضوع إلى, 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 إلى مستويات انا ضد ان الحجب على حريه التعبير ضد ان يعني يزاح احد من مكانه وهو على منبر اعلامي بحجه انه كان جريئا او كان شجاعا في الراي بالعكس هذا يخدم يخدم, يخدم الدوله ويخدم النظام بطريقه او باخرى لكن ايضا هذا يجب ان يدار من قبل المسؤول عن المطبوعه اداره ذكيه واداره حكيمه بحيث انه يعرف ان هناك حدود ينبغي عدم تجاوزها لان اصلا تصبح تصبح يعني في 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 منطقة في في منطقة ليس الهدف منها الإصلاح بقدر ما من الهدف منها الإثارة طيب. مثلاً نعم. أو حتى التدمير في بعض الأحيان هذا واضح دكتور، يعني أنا كان عندي أسئلة كثيرة في هذا الملف لكن ما صار عندي وقت، عندنا ملفات ساخنة في فقرة بالبنط بالبنط العريض لكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إليكم أهلاً وسهلاً بكم معنا من جديد أهم التغريدات والهاشتاغات التي أحدثت جدلاً واسعاً في تويتر في فقرتنا بالبنط العريض دكتور اول هاشتاج معنا اللي اثار يعني نشاط كبير في في تويتر وهي حمله الجوازات بعد ان اطلقت الجهات الامنيه حمله وطنيه تشارك فيها عده جهات يعني جهات معينه من اجهزه حكوميه لايقاف مخالف في نظام الاقامه. الجدير بالذكر انه في تويتر كانوا في ناس مؤيدين وفي ناس يعني معارضين لانه يقول لك انه هذه الحمله كانت مختلفه كانت شرسه وكانت تدخل ايضا الي حتي المدارس للتفتيش وايضا الكشف عن العماله هناك انت كيف كيف تشوف هذا القرار لا خلينا نفرق اولا بين ما هو انظمه وما هو اجراءات لمعالجه نتائج هذه الانظمه في الفترة الأخيرة بدأ السعوديين يحسون بأن هناك خلل أمني خصوصا فيما يتعلق بالاجتياحات اللي حصلت في منطقة الجنوب من قبل الأثيوبيين وغيرهم والجرائم التي ترتبت على ذلك وأصبح المواطنون من فترة أخرى هم يقومون بحماية أنفسهم وبيوتهم و... فحسوا الناس أن الجهات الأمنية غير موجودة فكان لابد لمعالجة هذا الموقف أن الأجهزة الأمنية تقول أنا موجودة أنا هنا دون أن تتجاوز بطبيعة الحال الأنظمة المعمول بها وهذه موجودة في كل بلاد العالم أن أي واحد عنده إقامة غير نظامية يجب أن يعالج وضعه يجب ان يعالج وضعه بالطريقه الصحيحه، اما ان يعاد الى بلاده وان يعالج وضعه بالطريقه زي ما يعني تم التسويه مع وضع البرماويين وهم عددهم نصف مليون هذا هذا هو، فكون انه انه الناس انزعجوا انه هذا النزول المفاجئ للاجهزه الامنيه في في اماكن متعدده للبحث عن غير النظاميين المقيمين في المملكه، انا اعتقد لا مبرر له. هناك امر مهم جدا وهو المحافظه على حقوق هؤلاء الناس من جانب حقوق انسان، من جانب احترام, احترام احترام كينونتهم كآدميين ينبغي عدم المساس بها طبعا لكنه من الإجراء كإجراء أو كنظام هذا موجود في كل بلاد العالم طيب أنت هل ترى بأن هناك أيضا تهديدا للتركيبة السكانية في ظل وضع العمالة الوافدة في السعودية لا انا لا اعتقد انا حضرت مؤتمر مؤخرا يبحث في التغيرات الديمغرافية في منطقه الخليج صحيح انه نسبه الاجانب في السعوديه تصل الى 30% تقريبا وفي وفي عمان في الدولتين في الدولتين في عمان وفي في المملكه العربيه السعوديه لكنها ليست تشكل خطرا كبيرا بالقدر الذي واحد يقدره على سبيل المثال في دوله مثل الامارات العربيه، الامارات أوه. العربيه نسبه السكان الاصليين فيها حوالي 10% أوه. 5% منهم متجنسين. نعم هذا واضح. طيب ان سمحت لي ناخذ الهاشتاج الثاني لانه صار الوقت يداهمنا. الهاشتاج الثاني ايضا النشط كان عشرة ملايين سعودي يسكنون في مساكن يعني في ايجار. طبعا يعني كان هذا الهاشتاج بعد ان اكدت دراسه نشرت حديثا انه نحو عشرة ملايين سعودي لا يملكون مساكن خاصه ويسكنون في منازل بالايجار وعددهم يشكل نحو 60% من المواطنين، كيف تعلق؟ انا اعتقد بانه هذا الامر ينبغي ان يعالج أوه. وينبغي ان يكون علاجا سريعا لانه المملكه العربيه السعوديه ليس فيها ذلك الحجم السكاني الكبير الى اليوم حوالي أوه. 18 و 20 مليون مواطن سعودي أوه. واعتقد انه لديها القدره انها تقيم من البرامج ما يكفل للمواطنين السعوديين بان يكون لكل مواطن سعودي سكن، سواء من خلال صندوق التنميه العقاريه او من خلال الرهن العقاري وما ينتج عنه في المستقبل من امور او باي طريقه كانت. موضوع الاسكان في المملكه العربيه يحتاج الى علاج فعال لانه انا اعتقد انه من غير اللائق ان يكون هناك بالفعل حوالي 50 او 60% من السعوديين ليس لديهم مساكن. طيب انت ترى بانه من اهم طرق المعالجه وهي معالجه مشكله الشبوك والاراضي البيضاء؟ انا ما ما يصعب اني اقول الان حل معين لانه أوه. انا ماني مطلع على التحديات القائمة في أوه. في هذه الطريق بيه. لكنه فيما يبدو بطبيعة الحال أن هذه الشبكة الآن أصبحت تشكل مشكلة كبيرة جدا وخصوصا أنها محيطة بالمدن الرئيسية من كل من كل جانب فللوهلة الأولى أعتقد أنها تشكل مشكلة كبيرة لكن هذا الموضوع لكي يعطى حكما نهائيا عليه. لابد أن يكون هناك دراسة حقيقية يقوم بها الناس المختصين في تخطيط المدن طيب الهاشتاج الثالث وهو مطار جدة أفضل من مطار دبي وهذه المقارنات دائما يعني كثرت في الآونة الأخيرة لعلي أذكر أنت تغريدة لك مؤخرا ذكرت بأن مطار دبي ينافس هيثرو على الزعامة العالمية وفوضى وإضاءة خافتة في مطار جدة بعد انقطاع الكهرباء أسألك عن هذه التغريدة هل قلتها ساخرا أم متحسرا ساخرا ومتحسرا وصادقا أيضا أنا أعتقد أنه بكل أمانة وضع المطارات في المملكه العربيه السعوديه ووضع الخطوط السعوديه أوه. اللي هي المطارات انا اعتبرها نافذه من النوافذ المهمه على حضاره البلد وعلى التقدم المدني أوه. الموجود في البلد واعتقد ايضا أن الخطوط السعوديه ايضا عنوان مهم جدا أوه. لنقل الناس من مختلف انحاء العالم أوه. عاد الخطوط الاخرى الى المملكه العربيه السعوديه وانا اعتقد انه نحن في حاجة, حاجه الى معالجه هذا الوضع، يعني لا استطيع ان اقارن مطار جده او مطار الملك خالد في الرياض باي مطار في اي دوله خليجيه اليوم. ليس فقط دبي وحتى الدوحه وحتى وحتى الكويت مثلا، انا اعتقد انه مطارات المملكه ليست متكافئه او متساويه مع حجم المملكه واهميه المملكه والثروات الهائله الموجوده في المملكه بقصة. طيب رصد تقريبا 27 مليار لتوسعه مطار الملك عبد العزيز في جده هل ترى بانه ممكن ان ينافس دبي علما انه تكلفه دبي تقريبا 18 مليار أنا لا تسألني عن التكلفة لأنه أوه. أنا لست مختص في هذا المجال ف... بس الفرق ف... فبالنسبة بالنسبة لي بالنسبة لي لا لا أعرف إذا كانت قليلة أو كثيرة لأنه أنا ماني لا... لست مقاولاً ولست مهندساً ولا أوه. عندي تفاصيل لكن إذا قارناها باللي تفضلت فيه أنه يعني هناك فرق حوالي يمكن 30% او اكثر آه ما في شك انه لا. بس قد يكون هناك ظروف معينه يمكن في هناك تسهيلات في دبي لم تكن لا تتوفر مثلا في جده على مستوى العماله على مستوى المواد الخام على ما اعرف يعني صعب لكي نكون منصفين أن اقول هذا المبلغ كبير او قليل انا يهمني النتيجه انا اعتقد انه المطارات اليوم لا تليق ب ببلد كبير بحجم المملكه العربيه السعوديه وبحجم ثروته وبحجم تعداد سكانه وبحجم انه موئل ووجهه للعالم من كل مكان طيب الان مع دخول شركات مثل القطريه وايضا طيران الخليج كيف يمكن لهيئات الطيران ان تجعل من ذلك حلا وليس المزيد من التعقيد بحجه ضمان المنافسه في شيء في شيء ما هو مفهوم، في هناك شيء غير مفهوم في فيما يتعلق ب علاقة السعوديين بالخطوط بخطوط الطيران في المملكة، هناك دائما ازدحام، هناك دائما هناك دائما طلب على المقاعد، هناك دائما أزمة. في وقت المواسم وفي غير وقت المواسم وهناك شكوى دائمة من الخطوط السعودية بأنها تخسر وبأن لديها مشاكل مالية ولا أنا أعتقد لا بد من حل هذه المشكلات لأنه أصبح اليوم في شعار عند السعوديين يقول بأنه إذا كانت الفلوس التي ستدفعها قيمة للتذكرة من جيبك الخاص فينبغي أن تختار غير السعودية إذا يعني. كانت التذكرة آتيتك مجانا مثلا أنت رايح في, أوه. في وفد حكومي ولا شيء فلا طيب. لا حيلة مضطر إلا ركوبها إن صح التعبير طيب دكتور أيضا عندنا فقرة القرار لكن بعد هذا الفاصل فاصل ومن ثم نعود إليكم اهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الاخير من هذه الحلقه، اهم القرارات التي خطفت الاضواء خلال الفتره الاخيره على الساحه السعوديه نتابع. دكتور كيف ترى استقاله الامير طلال بن عبد العزيز عن هيئه البيعه؟ انا اولا لابد من القول بان الامير طلال بن عبد العزيز هو من كبار عائله العائله الحاكمه ومن م. كبار ابناء الملك عبد العزيز وهو سياسي مخضرم وهو يعني يعني له له صوته في في المحافل وفي ال وفي وفي كثير من المواقف السياسيه في الداخل وفي الخارج. م. طبعا انا لا اعلم بالتحديد عن اسباب الاستقاله استقاله الامير طلال بن عبد العزيز لكنها لا اشك بانها على المستوى الاعلامي على الاقل والسياسي الى حد ما كانت مثار تساؤلات تساؤلات كبيره لانه ليس شخصا عاديا او فردا عاديا يقدم استقالته من هيئه البيعه معناها انه ان هناك عدم رضا عن بعض الاشياء التي تمت لم يكن راضي عنها هو ما هي هذه الاشياء اعتقد طيب. لانه احنا ذكرنا سوى. هذا القرار يعني وعدنا به ولا هو له عده اشهر لانه الامير ابن الامير الوليد بن طلال قال بانه هيئه البيعه خطوه اصلاحيه من الملك عبد الله لكنها لم تفعل حتى الان حتى ذكر بانه الاستقاله لم يقبلها الملك عبد الله الى الان لا هو من الناحيه القانونيه والنظاميه تفعيل نظام هيئه البيعه يتم بعد عمر طويل بعد ما اذا جاء ملك اخر غير الملك عبد الله لانه في احدى المواد اعتقد انها الماده السابعه او الثالثه في نظام هيئه البيعه تقول بانه هذا النظام نظام هيئه البيعه لا ينطبق على الملك الحالي اللي هو الملك عبد الله ولا على ولي العهد الحالي انذاك اللي هو الامير سلطان مم. بمعنى انه تفعيل تفعيلها بالشكل الصحيح مم. وتطبيقها لم يحن اوانه بعد حسب نظامها التي وضع لها طيب ف... حتمية دخول الدخ... يعني حت... خليني اسال عن هذا السؤال ايضا حتمية دخول الجيل الثاني او احفاد المؤسس كيف ترى سيتم من خلال هيئة البيعة؟ هيئة البيعة نظامها واضح مم. الملك مم. آ... يختار ولي عهده مم. او يختار ثلاثه اسماء ليس ممكن يكون واحد ممكن يكون ثلاثه ويعرضهم على هيئه البيعه وهيئه البيعه اما ان ترجح راي الملك في في الاسم الذي رشحه او تختار واحد من الثلاثه او ترفض هذا كله وتطرح اسم هي من عندها ويتم التصويت عليه فقد يكون من الاحفاد وقد يكون من الابناء يعني حسب المرشحين الذين سيترشحون وحسب نتائج التداولات التي ستكون بين اعضاء هيئه البيعه. جميل، خليني انا ما عاد عندي وقت كثير راح اكتفي بقرار واحد وهو تحويل التلفزيون والاذاعه لهيئه ومؤسسه عامه. بداوا الناس يحكمون عليها بشكل سريع يقولون انه ظهرت على عليها يعني علامات يعني الشيخوخه على على هيئه تعتبر وليده. هل ترى بانه من يعني من التعجل الحكم على على, على هذا التحول بالتاكيد م. انا اعتقد انه يعني من الـ من, الـ من الظلم الحكم على الهيئه هيئة الإذاعة والتلفزيون ولم تكتمل خمسة شهور أو ستة شهور منذ أن تم تفعيلها وأقل حتى أعتقد أنه لابد أن تعطى فرصة وخصوصا أنها لديها ميراث ثقيل من الأنظمة الإدارية الحكومية في الصيغة السابقة التي كانت عليها علاقة التلفزيون بالدولة في الجوانب الإدارية أنت تنتقل إلى مرحلة ثانية مختلفة تحتاج إلى كوادر مختلفة تحتاج إلى أنظمة وتشريعات مختلفة تحتاج إلى تجهيزات مختلفة أنا أعتقد أنه الوقت مبكر جدا الحكم عليها لكن الناس سيكونون يعني أو سيتطلعون بالأحرى إلى أن يكون هناك أداء متميز لا ليس لم يعد للتلفزيون على سبيل المثال اي عذر بان يعني ما لا يكون منافسا ليس على مستوى الداخل فقط وانما حتى على مستوى آه الخارج طيب خلينا اخر سؤال في آه هذا آه القرار لماذا لا يتم برايك فصل الثقافه عن الاعلام لماذا لا يتم لا اعرف لماذا لا يتم لكني انا اتوقع ما أتوقع أتمنى أن يكون هناك فصل للإعلام عن الثقافة في في وزارة مستقلة لكن مع الأسف أظن أن الذي يعوق هذا أحيانا هو فهمنا غير الكامل لمفهوم الثقافة مفهوم الثقافة عند الكثيرين وربما المخططين أن الثقافة تعني الأدب وتعني الشعر وتعني الفن الثقافه بمفهومها الشامل الواسع اوسع من هذا بكثير الثقافه هي الموروث الفلكلوري والموروث الثقافي والموروث الشعبي الموجود في كل مناطق المملكه ومناطق المملكه من المناطق الغنيه أوه. الثريه بالتنوع الثقافي الموجود فيها على مستوى الازياء على مستوى الحلي على مستوى الاحتفالات الشعبيه والرقصات صح. الشعبيه على مستوى الشعر على مستوى على مستوى الغناء على مستوى الاناشيد على مستوى الاهازيج على مستوى حتى عادات الزواج وعادات الختان وعادات يعني ثروه هائله كبيره جدا موجوده في المملكة العربية السعودية مع الأسف لم يتو... لم توضع في مكانها الصحيح ولم تكتشف الاكتشاف الصحيح بحيث أنها توثق التوثيق الصحيح ليكون هناك ثقافة سعودية حقيقية ليست فقط الشعر والث... وال... والأدب وال... والكتابة وال... والتأليف خليني يعني لأنه ما, ما بقي عندي تقريباً إلا دقيقتين من البرنامج وحاب أنا أسأل عن الاكاديميه اللي هي اكاديميه اسبار للتدريب والتطوير هذه يعني يعني مؤخرا افتتحت. حابين تكلمنا عنها وايش اللي راح تقدمه للشباب السعودي من خلال هذه الاكاديميه؟ الواقع انه بعد الدراسات اللي عملناها في مركز اسبار للدراسات والبحوث والاعلام لاستكشاف يعني هذا هذا الحراك التنموي الكبير في المملكه العربيه السعوديه وجدنا انه نحن لازلنا في حاجه الى اكاديميات للتدريب والتطوير الاداري اكثر رصانه من كثير من الاشياء الموجوده في السوق اليوم التي تحولت الى في اكثر الاحيان الى اشياء ربحيه أشياء تبحث عن الربح السريع دون أن يكون هناك نتائج أو مخرجات حقيقية لما تقوم به مع الجهود الكبيرة التي قدمها التدريب المهني في المملكة في مراقبة هذه الأمور إلا أنه أصبح هو أيضا يشعر بهذه الأشياء نحن حاولنا أن نقيم شركة أكاديمية للتدريب والتطوير في الرياض بشراكات مع جامعات ومع مؤسسات وشركات تدريب على مستوى العالم بريطانيا وأمريكا وآخر اتفاقية وقعناها مع جامعة الأردن للتدريب في مجال العلاقات العامة وهي جامعة معروفة في هذا المجال ولها باع طويل عدا شركات أخرى طبعا موجودة على الموقع موقع الأكاديمية لكي نقدم التجربة والخبرة الأجنبية للسعوديين في مجالات مثل التسويق مثل الليدرشب مثل العلوم المصرفية مثل العلاقات العامة في الإعلام مثل الآن نفكر في إدخال الإعلام الجديد النيو ميديا بطريقة محترفة بطريقه صحيحه بطريقه لما نعطي اي اي شهاده او اي شيء في هذا المجال يستطيع انه أحنا, احنا نتمنى يا دكتور انه هذا المشروع يقدم شيء للمواطن السعودي بالاهداف اللي انت ذكرتها لكن اخر سؤال بشكل سريع هل هو له علاقه بمركز اسبار للدراسات والبحوث والاعلام لا او هو منفصل لا لا منفصل تماما اكاديميه منفصله تماما لا علاقه لها طبعا المالك واحد او المؤسس <applause> طبعا اللي ما يعرف المشاهدين هو الدكتور فهد هو <applause> يعني يملك اقصد انه لكنها مستقله تماما باداره مستقله بمدير عام مستقل بذمه ماليه مستقله لا علاقه لها دكتور أنا أشكرك جزيل الشكر كان عندنا ملفات كثيرة كنا نبغى نناقشها لكن الحلقة مرت معك سريعا أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا شكرا أنا كنت سعيد أيضا وأنا أسعد شكرا أيضا أنتم مشاهدينا دائما يمكنكم إرسال تعليقاتكم وأراءكم عبر صفحتنا على تويتر هاش خليجي إلى هنا مشاهدينا نصل لختام حلقتنا أحب أيضا في النهاية أن أشكر الدكتور فهد العرابي الحارثي وهو رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام إلى اللقاء